المعدن بيبقى الفضه دي بتيجي عيار 1000 عيار 1000 عيار 1000 وبعدين بنبدا نرحلها المراحل اللي احنا عايزينها. في عيار 925 وفي عيار 900 وفي عيار 800 حسب مصلحه الدمغه والموازين. اما بتودي لها الشغل بتقول لك ده عياره كذا زي ما الزبون بيبقى طالب منك العيار. يعني في برضو واحد هو بيبقى بيرسم الخاتم في خياله ويبدا ينفذه، ولما بينفذه بيعرضه على الناس، ايه رايك في الشكل دوت؟ بتبدا انت كان الشكل مناسبك وتعرف تجيب له سوق، يعني تفتح له مجال في الشغل، فبتبدا تاخده من هنا. يعني بيتعمل كاوتش اسطمبه على قد مكانه هنا كده. نبدا احنا مثلا نحوله شمع، نملى من هنا الكورن دوت، نجيب لك حاجه من هنا اهو، نعتبر ده هو ده ماشي. بنحوله بنملى منه من هنا، نبدا مثلا زي الحاجه دي، هنعتبر الحاجه دي هي دي، نبدا نلزقه هنا كده ماشي. اي شكل، خاتم مش خاتم، اي حاجه، اي حاجه احنا عاوزينها خلاص كده. يعني نعتبر دي الخاتم مثلا، يبقى متشجره كده. نعمله جبس معين، ده جبس اللي هو العلامه اللي تحت ده، ونصبه. ده فاكيوم، يعني ايه فاكيوم؟ شفط الفراغات ترجع دماغ امي، شفط الفراغات من هنا الجهاز ده. حلو الفرنه ديت، السلندر نفسه ده ينشف بقى خلاص، الجبس نشف، ندخله الفرن هنا يبقى جوه هنا، ونبدا نخرجه لما يستوي لدرجه حراره معينه. نحط هنا السلندر ونجيب الفضه نسيحها هنا بالاكسجين، واخد بالك؟ ونبدا ده يلف كده، تبدا الفضه تخش تملى الاشكال دي ويطلع زي كده. يطلع كده بقى، يطلع شجره زي دي كده، يبدأ يطلع الخاتم. فاكرة وظيفتها إن هي بتنزل لك لعمق معين أنت بتبقى عايزه عشان ياخد مينا أو ياخد أي شكل تاني بيبقى غير الفضة، بتحفر على الفضة بأي شكل أنت عايزه، سواء بإطار، سواء الكلمة تبقى بارزة، سواء تبقى محفورة، أي حاجة من الكلام ده. في دلوقتي هو خاتم سادة خالص. الخاتم ده واحد جايبه عايز يكتب عليه كلمة ويعمل لها اطار اللي هي سحر العيون ديت، ويعمل لها اطار بتشكيل زي ما انت شايف كده اهو. دي بتبقى كده، احنا طبعا بنبقى مصممين الكلام ده على الكوريل، بعد ما التصميم بيخلص بنبعته على البرنامج بتاع المكنة عشان خاطر يتحفر، بتديها امر ان انا تحفر الكلام.